بعد ذلك يقتني زياش يلعب في الجهة اليسرى تديت سدت لا 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 على يسار حارس المرمى لوريس ملعوب المحاولة في منطقة الجزاء والأمور تعود في الجانب المقابل لمصلحة توتنهام في منطقة الجزاء وصلت بها دائما اعتقد ياتي عن طريق تاتيتش يدخل الى منطقه الجزاء تسديده تاتيو كره بيقتني دافيك فان دافيك يلعبها في الجهه اليسرى تاتيتش يتقدم الى المنطقه تسديده يا الله يا الله يا الله اصطدمت عادة الكره بعد ذلك اماميه في منطقه الجزاء مشاركته كرة بالنسبة لمحاولة تصل إلى ديليالي يتقدم البرازيل مورا 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 كورو يفتح أبواب الكباك